أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ملحد جديد ومجاهر جديد، الأخ طاهر الطيب من تونس. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي طاهر. أهلا جا، نرحب بالسادة المشاهدين الكل وأصدقائي، خاصة لقيت تشجيعات من قبل الحصة، فهمتني؟ عندي عديد الأصدقاء. إن شاء الله تكون الحصة تعطي الإضافة، حصة ممتعة وتعطي نقاش، يعني يعطي الإضافة. هي الحلقة 69، باش نعرف بروحي، مواطن تونسي نعيش في تونس. لقيت صعوبات كبيرة ياسر مع العادات الدينية أكثر، يعني ما نقولش خاطر البيئة اللي نعيش فيها هي كما يقولوا الدين الوسطي. أهم الحاجات اللي عملتها هي مساهمتي، كنت ناشط في الحزب الليبرالي التونسي. الحزب هذا يعني 100% هو حزب ملحدين، يعني فهمتني، حزب يدعو إلى الحرية، يدعو إلى التخلص من الأفكار اللي تدعو إلى الإرهاب، إلى العنف، فهمتني؟ والمواقف متاعنا كانت واضحة كخطوة أولى في تونس، راها خطوة يعني ناجحة كبداية، ما نجحناش بصفة كبيرة بتباعك، كبداية كانت خطوة متقدمة، فهمتني؟ يا طاهر، نحن رح نحكي على موضوع الحزب الليبرالي بعدين. نحن بس بدنا بطاقة تعريفية بسيطة كثير عن شخصك الكريم، يعني واسمك، ويعني بأشياء بسيطة بس. اي طاهر الطيب، شاب تونسي 29 سنة، متحصل على أستاذية في التسويق، أعمل حاليا بشركة فرنسية كمرشد حرفاء، فهمني، ننشط على الفيسبوك في عديد الجروبات كما يقولوا بالتونسي مع الملحدين، على البالتولك مساهم وسي بالأفكار متاعك. هذه فكرة بسيطة على شخصيتي المتواضعة. حبيت نحضر معكم اليوم باش نناقشوا عديد المسائل، نطرحوا عديد الأفكار. تحبوا تتعرفوا، أنا قلت على تجربتي مع الإلحاد، كيفاش أكيد يعني رح نرجع على التجربة، أكيد هي يعني لا مفر منها، وأنا بحب أسمع التجارب صراحة. أنا بس بدي أنوه لأصدقائنا الكرام، مشان حلقة علاء الزعير أولت امبارحة، وامبارحة بصراحة على أساس كنا بدنا نرجع نسجلها، فصار أمور معه أظن يعني أمور خارجة عن إرادته، وأنا بعتذر للجمهور مشان حلقة الأخ علاء. وطبعا مثل ما تعودنا بنهاية البرنامج، يعني قبل نهاية البرنامج، نص البرنامج تقريبا، راح افتح السكايب، وبتمنى من اصدقائي كمان يشاركونا بالمداخلات وبالتعليقات مثل ما تعودنا. طيب اخي طاهر، خلينا نبلش بتجربتك. انا بصراحة يعني احب سماع التجارب الشخصية. خلينا نبلش بتجربتك، شو قصتك مع الالحاد؟ خلينا نشوف مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة، كيف كان الوضع مثلا، أهلك كيف كانوا يعرضوا عليك الدين، فرضوا عليك، أنت رفضت الدين. خلينا نبلش من الطفولة عن تجربتك الشخصية، تفضل. باش نحكي على التجربة الشخصية متاعي. أنا تجربتي مع الإلحاد تقول بالفطرة، يعني من منذ الطفولة، لا الدين لم أستطع أن أقبله. الأمور تكون نفسية، فهمتني، يعني الأسلوب اللي يتعاملوا به منذ الطفولة هي التخويف، حرام، فهمتني، نسمع في خرافات، يعني فرض حاجات، وكنت مشاكس، كنت متمرد على برشا كما يقولوا حكايات يحكيوهم لي، فهمتني، كما حكاية الإله على العرش استواء. وأنا كنت نطرح ياسر في أسئلة، من اللي كنت صغير كنت نطرح في ياسر أسئلة ما لقاش جواب مقنع، فهمتني، ولا تحكي لي الملائكة، نقول لهم ويني مثلا الملائكة، ويني الشيطان، وين، فهمتني، فما الخرافات هذه ما نجمتش نقبلها، فهمت، واسلوب التخويف هذاك ما خلينيش نحب الحاجه هذيك، يعني مانيش مقتنع بها. تحكي لي على الدين حاجه ما نجمتش تدخل لي، فهمت، نراه كان التخويف، نراه كان التحريم، كان كل شيء حرام، يعني تعرف اللهجه التونسيه تقول لك مش مليح حرام، فهمتني. انا حتى كنت يعني الطفل يعني عنده يحس فما احساس الحاجه هذيك ما نجمش نقتنع بها، فهمتني،
حتى كي كنت يحطوا لي نسمع الشيخ نفساني نتوتر، مش كيما نسمع فن، نسمع موسيقى، نسمع حاجة تفرهد على الطفل الصغير. لكن انا كانت عندي الايجابيات اني انا كنت في العائله اللي عايش فيها كنت مرتاح، يعني حتى ولو نتمرد ما كانوش يفرضوا علي، فمش فرض، فهمتني، عندي حق الاختيار من اللي انا صغير، فهمتني، عندي نسبه من الحريه كبيره، فهمتني، يعني حتى كي نتشيكس ولا نتمرد ولا ساعات نوصل لنقول، يعني واحد صغير يوصل يكفر يوصل، فهمتني، ما نجمتش اقتنع بها الفكره انه فما، يعني نحسها ديما خرافه، فهمتني، وكنت نشمئز من المناسبات الدينيه كما عيد الاضحى هذا، نفسانيا نشمئز، فهمتني، كيفاش يذبحوا الخروف، فهمتني، نلاحظ فما الملاحظه زاد ترى في مثلا في شهر رمضان يقول لك شهر عباده، الرا المشاكل اللي تصير في شهر رمضان عمرها ما تصير في حتى شهر اخر، تعرف الشتم، السبان، الكفر، التدافع، العباد ما تخدمش، فهمتني، يعني ما ريتش فيه فايده، ما ريتش حاجه فايده، فهمت، وزيت حتى كي خممت بمنطق بسيط، فهمتني، قلت اسكو الاله باش يوصل ديانه بلغه واحده، يعني اللغه العربيه، يعني ما فهمتش، يعني يجي يوصل حتى للبسيط الانسان المتواضع بلغه سلسه. وكنت نحكي بغرابه، يعني كنت ديما نناقش، يعني انا ديما كنت نفكر ما نقبلش الحاجه كما هي، ديما نقول علاش، ديما فهمت، ما نقبلش المسلمات، لا اقبل المسلمات المطلقه، هذه هي الحكايه ديما، علاش انا حتى كي نتناقش مع الوالده نتاعي ونقول له علاش فسر لي مثلا، نلقى الاجابه نتاعه ماهيش منطقيه، الجمله ما نلقاش اجابه يعني يقبلها العقل، فهمتني، اللي تخليني نصدق بك الحاجه هذيك. بون حتى مع الاصدقاء نتاعي يقولوا كاني انا غريب، يعني كنت يعني فما معاناه كبيره، فهمت، خاطر تعيش في بيئه هذيك وانت رافض للافكار نتاعهم وتواجه في الافكار نتاعهم، يعني مريت بصعوبات كبيره، يعني في عزله، في وحده، لكن العزله هذيا والوحده فادتني برشا، تعرف الملل هو طريق للفلسفه، يعني ساعات يعني في تصور انت في عمر يعني وصلت 16 17 سنه تولي وحدك، يعني تعيش وحدك باش تخمم، يعني انا قلت شنو هي النقطه المشترك بين العرب، يعني نحن مانيش عرب لكن ندعي للعروبه، يعني تو الاصل امازيغي وكل شيء، ما قبل ما نكونش نخمم فيها، يعني ديما نظنون دائما اننا عرب، قلت الاسلام، واسكو هالبلدان الاسلاميه عايشه في راحه، عايشه في رفاهيه، ترى ديما في المعاناه، الماساه، ديما تسمع يعني في الاخبار ديما العرب ديما هما المعاناه، ديما الشعوب هذه، الحاجه اللي خلتني نطرح السؤال قلت النقطه المشتركه هي الاسلام، اسكو ما تكونش الاشكاليه في الدين، يعني الذي بديت نناقش، انا ريت الدين قهر المراه، فهمتني، وشفته بالملموس، يعني من الطفوله، يعني ريت كيفاش معامله المراه كيفاش كانت، يعني في المجتمع اللي انا عايش فيه، يعني بالضرب، المراه مهانه، المراه كانها خادمه، يعني مهمتها شؤون الراجل، والراجل ديما عقليه السيد، فهمتني، ورا فيهم حتى الضحكه مش موجوده، المجتمعات العربيه ديما في انفعال، ديما في غضب، فهمتني، يعني ترهيب، انا قلت الاله هذا خشبي، يعني ديما يرهب في العباد، يعني حتى ديما كي نسمع انا، فهمتني، ستصلون نارا، فهمتني، يلقون في جهنم، ديما كانه فيلم رعب، يعني تخويف، يعني ضد الانسانيه، يعني هذا ما حبيتش نتناقش في النصوص، خاطر الناس كلها تحلتها النصوص وايات القتل، يعني حكيت لك بمنطق بسيط نتاع واحد متامل، فهمتني، يرى المعاناه، يرى الازمه اللي عايشين فيها، فهمتني، يرى الخوف، ويرى التناقضات، ويرى انه البيئه اللي عاش فيها تعيش في نفاق، فهمتني، يحب يعني يريد فعل شيء لكنه يلزم يعمل الحاجه ذيك في الستر، في الخفاء، فهمتني، خاطر الانسان بطبيعته اي انسان يحب يتفرد، يحب يتسلى، لكن هي تلقاها مثلا طفله في عمر 15 16 سنه تلقاها متحجبه، فهمتني، وانت تتصور اسكو طفله هي مقتنعه ولا هي اختارت، ولا دائما نطرح الاسئله، فهمت، اسكو هي اختارت، ماهيش هي اختارت طريقه، فهمتني، وانا في نقاشي مع المسلمين نقول له انت وضح، يعني في نقاش المسلمين انت فما 5000 دين، يعني لازمك انت اول حاجه تعمل مقارنه بين الاديان وتثبت انه دينك صحيح مقارنه بالاديان الاخرى، الدين بتاعك لازم يكون صحيح مقارنه بالاديان الاخرى، ليس على الملحد، يعني انا بفهمني، وانا مش الهدف بتاعي، انا مشكلتي مع الدين خاطر هو ضد الانسانيه، يعني كان جاء الدين مسالم ما فيه كان مجرد قيم واخلاق وتعاون وتقوى، ما يضرش وما يضرش وما يتسببش في ماساه، عمرها ما كانت عندي الاشكاليه، لكن انا ريت تسبب في ماساه، هذه من قبل ما تصير الثوره، هذه من قبل ما تصير احداث الثوره.
يعني كانت تفرض علي، كانوا يفرضوا علي حاجات يعني انا في الدار، فهمتني، في المنزل يعني كانوا يفرضوا علي. وقلت انا تنبأت ان باش تصير يعني كارثة، علاش انا صدق وانا تو المنزل الكل ولاو ملحدين يعني مفاجأة صار. وقتاش صارت؟ بعد الثورة. علاش؟ خاطر انا فما كلام، انا الوضعية الحالية للبلاد انا تنبأت بها، تقول عندي 8 سنين قبل، فهمتني. وامي الوالدة كانت تسخر مني، كانت تسخر مني، قالت لي انت، هي لاحظت انه الكلام بتاعنا هو صحيح وقاعد يصاير في الواقع هذايا. ومع التطور اللي صاير، النات كشفت برشا حاجات، فهمتني، وداعش هي كشفت برشا يعني. تول الثورة هي اللي كشفت، قبل كانت العباد عايشين يعني ما يعرفوش برشا على الدين، فهمتني، يسخالوا الدين رحمة قيم، فهمتني، ما تعمقوش ياسر. اتكشفت الحقيقة في الفترة هذه، فهمتني، وانا نجحت يعني، تصور نجاح توصل انك الوالد متاعي يعني قريب 80 سنة يوصل يعني يبتعد على الدين، أمي يعني قريب 70 يعني نفس الحاجة، أخويا كيف كيف يعني، الأخ متاعي ولينا، فهمتني. نجحت مع برش عباد وفشلت زادة في بر مع برش عباد، لقيت صعوبات ولقيت مواجهات عنيفة زادة مع، كانت خطأ يعني مني أنا، يعني ساعات عباد ما تنجمش تحكي معاهم، فهمتني، نظرا للانغلاق اللي عاش فيه. وساعات ما ينجمش، هو كيل فيروس، أنا نعتبر الإسلام كيل فيروس، فهمتني، حتى ولو ما تكونش مسلم يعني متشدد، فهمتني، لازم باش تتمس بطريقة غير مباشرة، باش تتمس يعني يكون فما مس غير مباشر بكل عادات وكل فكر والبيئة اللي عاش فيها باش يتأثر، فهمتني. هذا اللي قلت لك، انا حكيت لك سبق، انا حكيت لك، قلت لك الإشكالية اكثر انا حكيت فيها هي الإسلام المعتدل، المسلم المعتدل لقيت معاه صعوبات برشا، فهمتني، خاطر هو اصلا المنطق غير موجود عنده، المنطق هو متناقض في حياته، المسلم المعتدل متناقض في حياته، وماهوش قارئ، ماهوش متمعن ياسر في الدين نتاعه، الملاحظه اللي لاحظها عند الاغلبيه، فهمتني، يتقلد ياسر بالغرب، يحب يعيش كما طريقه الغرب، لكنه يحب يحافظ على الدين نتاعه، يعني فما تناقض، فهمتني، يحب الغرب لكن تو كنت تحكي له على الشريعه يخاف من الشريعه، يعني ثبت لي، ثبت روحك يعني في الماشي، فهمت، يخاف من الشريعة. وانا تو مثلا نحكي مع واحد سلفي، نجم نقول انا ملحد ونتناقش معاه ما نلقى صعوبة، نحكي مع مسلم معتدل ديريكت ينعتني، ديريكت نلقى النعت ونلقى مواجهة عنيفة بغير منطق يعني، ديريكت انت يعني شتم، شتم وتهديد. انا حتى تو في قبل الحلقة يعني فما ناس رات الصورة نتاعي نلقى تهديدات يعني عادي جدا، وتلقاه من مسلم معتدل، فهمتني. هذا اللي ملخص يعني، انا ما حبيتش اتعمق ياسر في المأساة اللي عانيتها، خاطر واحد ساعات يعني عاش عيشة غير طبيعية يعني في فترة الطفولة، يعيش مع عباد يخموا بطريقة مختلفة عليه هو، فهمتني، اختلاف كلي في الفكر، فهمتني، وانا ما كنتش نجم ننتمي الى المجموعة. مش نحكي لكم زادة العزلة اللي عشتها خلتني نحاول نبحث على الانتماء متاعي، فهمتني، حبيت نتعرف على الديانة المسيحية واتصلت بمسيحيين، فهمتني، لقيت الدين متاعهم مسالم، حتى الطريقة السلسة يعني طريقة المعاملة بتاع المسيحي ليك ماهوش كما المسلم، ماهوش، فهمتني، حاولت ننتمي وحاولت اني نظهر اني روحي، لكن ما دامتش الفترة حتى 3 شهور و4 شهور، هي محاولة للانتماء، الى البحث الى الانتماء، وبتفكير لقيت ما فيش يعني، بون الاسلوب ما نعرفش، يتطورت الديانه المسيحيه يعني، وليت يعني اسلوب اخر، اسلوب، فهمتني، لكن ما نجمتش يعني نخ الفكر متاعي، فهمت معاهم، وما قنعنيش يعني الفكر، واجهتهم وصرحت اني يعني لا انتمي ولست مسيحيا، مجرد حبيت اكتشاف، مجرد حبيت نطلع، هذه في مرحله ما مريت بها، فهمتني، خاطر قلت الديانه ذي، فهمني، الاسلام يعني ما نجمتش نقبله، ما نجمتش نقبله جمله يعني، فهمني، وده من قبل ما نحكيو على فتره اللي صاير توا، نحكي لك على القيم، كيفاش هد القيم، كيفاش قتل الانسانيه، نرى في عبيد ميته، ميته الانسانيه يعني ضد الابداع، كل ما تفكر يقول لك ليه حرام، مسلمات مطلق يعني، وجب علي اني نقول هذيك هكا، هذه تصح ولا تصح، من انا ما نجمش كانسان نعيش بالطريقه هذيك يعني، يعني انا كانسان ديما نبدل الفكر نتاعي، وساعات نقف بيني وبين روحي ونحاول نقول انا غلط، يلزمني نطور الثقافه، الثقافه تتجدد يعني، فهمني،
بالفكر اللي هما يحكوا به ما تتطورش. انا راه في نعرف عبيد عنده نفس التفكير حتى 50 سنة ويحب يورثه، فهمني، للاجيال القادمه، فهمت؟ يعني ما فماش مجال للابداع. انا نحب الابداع، نحب الفنون، نحب حاجات ترتح حتى نفسانيه، فهمتني. انا في الدين نحكي لك ما تلقاش راحه نفسانيه. انا دين نحكي لك باسلوب سطحي، ما لما اتعمق في النصوص ولم يعني فهمني نحكي لك هو امور نفسانيه. ثاني انا من المنطق حتى كي نحلل حتى ايات بسيطه، حتى منطق محمد صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الاله عليه ويسلم، يعني ولا نسمع يعني ايات، يعني ايات مخلوطه لخبطه. انا كي نراها لخبطه، فهمت، في الايات، فهمتني. مره يحكي لك تبت يدي ونش يكون ولا هب ذايا ولا، فهمتني، وبعد سوره الفيل ولا، وهو كانه يتهدد. يعني كيف انا كي نقرا مانيش في نقوص التحليل، يتهدد على الانسانيه هو، يعني كانكم اعبدوني ولا ستحرقون في النار. يعني نشوف الايمان بالخوف، العبيد تتامن خايفه، خايفه ماهيش محبه في الاله، يعني فهمني. وبلوس انا نضحك على بيت نقول يجاهدون في سبيل الله، كيفاش الاله اللي خلقهم هم يجاهدوا في سبيله؟ يعني ضحك، هي ما تعمقناش ياسر، سي سامبل، انه ناس يجاهدوا في سبيل الله اللي خلقهم، ويقول لك الاله على كل شيء قدير، هو قادر على كل شيء وهم يعني يجاهدوا في سبيله. هذا اللي ما فهمتهاش انا، فهمني. خلق يعني هك شفتها، خلق يعني تقسيم، خلق ميز عنصري، خلق شنية، هذا شيعي هذا سني، حروبات، اختلافات، متاهة فارغة. وبليس انا مانيش بحاجة اني باش نفكر، تصور انت كان فما 5000 دين، انا باش نبحث عن الدين الحق، قديش باش نعدي حياتي الكل يلزمني مقارنة بين الاديان للبحث عن الحق. علاش الاسلام صحيح؟ علاش المسيحية غلط؟ علاش، يعني يلزمني نكون نعمل بحث مطول، يعني نعدي حياتي الكل في بحث مطول. برايك قدر طاهر، برايك شو يعني شو الديانات شو قدمت للانسانيه؟ شو اضافه مثلا؟ اضافه على الاخلاق، اضافه على العداله، اضافه على المساواه؟ يعني هن كل الاديان بلا استثناء يدعون انه اجوا للانسانيه يقدموا لهم الشيء الجيد بالاخلاق، بالمعاملات، بكل شيء. برايك شو قدمته الاديان كاضافه للاخلاق البشريه؟ خلينا نقول، تفضل. انا بالنسبه لي انا لم ارى نقطه ايجابيه، لم ارى نقطه ايجابيه. كي باش نحكي على تجربه، باش نحكي على الدين الاسلامي، خاطر انا ما مريتش الاديان الاخرى، لكن مريتش انا الاديان طورت حضارات، فهمتني. يعني انا نرى البلدان اللي تخلصت من الاديان كما تشوف كانت تعيش في جهل، كما الصين والجابون، يعني كي تخلصت من الاديان شوف كيفاش وصلت. قبل كانوا عندهم يعني الافكار الدينيه، كي تخلصوا منها وتحروا شوفهم كيفاش وصلوا. البلدان المتقدمه والمتقدمه واللي ما عندهاش مشاكل، واللي حتى السجون خرجوهم، يعني شكون البلدان الاكثر اقرب للالحاد؟ السويد والنرويج، يعني البلدان ديما اللي بعدت على الاديان وتخلصت على الخرافات. خاطر انا شنو هي راه ملخصها، شنو هي غايتها؟ السيطره واستعباد البشريه، فهمت، غايه سياسيه هي، وضع الاديان هو بشري، غايته باش يستعبدك، اللي بينها مصلحه، فهمني، يخليك انت عايش في خوف، عايش في رهبه، وهما يستغلوك الشعب هذاك، فهمت، وجهوه كما يحب، كي تتعدم حريتك، فهمني، والملك يتصرف كما يحب. شفت الملوك هو لا يحق له ولا للشعب البسيط، وزيد اطمن الشعب، انت قولوا لا انت رزقك على الله، يعني فهمتني، لا انت ماكش باش تعيش لتوا لكن في الجنه نطمعك، يعني فهمتني، تولي كل، فهمتني، يعني اطمن الانسان الضعيف الفاشل. ساعات الدين اطمن الانسان الفاشل، تقولوا لا انت راك ما انتش تو عم اعبد، لكن عندك في الاخره خير، فهمت، حياتك ماهيش تو لكن من بعد باش تلقى، يعني يطمع الانسان الفاشل، يعني يطمن روحه، هي سلاح تطمن. علاش فما عباد قلت لك ما تنجمش تخرج، فما عباد ما تنجمش تخرج من الدين، فهمتني، وكان تخرج من الدين تجيها صدمه، دونك يلزمها تواصل في الكذبه، يعني هي كذوبه لكن يزرعها صدق، فهمتني، وتطمنه، فهمت، تطمن العبد البسيط، تطمن الانسان الفاشل، فهمتني، تطمن العبد المحدود فكريا، فهمتني، فهمتك باش قلت لك هو سي سيركل، فيروس صعيب تخلص منه، فهمتني، فيروس. يا اما فما حلول، هي فما تصدي له، هو الا فما عباد تجيهم صدمه، فهمت، صدمه، ولا وقت يتمس هو بالدين وقت يخرج، اما ما دام ما جاتوش الصدمه هذيك صعيب ياسر، فهمني، باش يخرج منه. ما ريتش قلت لك فما اضافه اعطاتها للدين، فما الاخلاق موجوده من قبل،
الحضارات اللي توجد قبل الدين حضارات قويه، فهمتني؟ مصر شوفها، مصر الفرعونيه كيفاش كانت يعني، فهمتني؟ تونس قبل ما يدخلونا عقبه بن نافع شوفها كيفاش كانت الحضاره نتاعنا، التاريخ نتاعنا. تونس موجود يعني مبنيه على اسس صحيحه، قبل جو خربوها العرب، استعمرونا العرب جو خربوها، فهمتني؟ قتلوا التاريخ نتاعنا، فهمتني؟ فهمتني؟ هي في خاطر فكره بسيطه، هي فكره انسانيه في حد ذاتها. تفضل يا جو. طاهر برايك يعني هلا بصراحه يعني ما في دين من كل الاديان في عنده شيء اسمه حكم الرده، يعني مثل ما قال القرضاوي انه لولا حد الرده لانتهى الاسلام. انت كيف بتقيم حد الرده؟ شو حد الرده؟ يعني كيف خلف مساله حد الرده؟ تفضل. هذه نقطة أنا حطيتها دي بوان، حطيتها نقطة هامة ياسر. لولا قالها القرضاوي، لو لم يكن حد الردة لما انتشر الإسلام، أو لم يكن هناك إسلام. هذه النقطة أنا حكيت فيها قبل، قلت لك أسلوب التخويف، أسلوب التخويف والترهيب هو اللي يخليك أنت محصور في دوامة الإسلام، في صندوق الإسلام، يخليك ديما موجود في صندوق الإسلام، فهمت؟ ويخليك ما تفكرش. هو اسلوب عنيف، يعني انت تتربى عليه من اللي صغير، حرام حرام وستلقى الى النار، هذه مزروعه في نحن، فهمتني؟ وهم علاش الحد الرد؟ خاطر خطر المرتد، هو خطر على المسلم، خطر على الفكر الاسلامي. وهو الاسلام في حد ذاته هو تجاره، انا وانت وغيرنا نضر بالاسلام، خاطر الحج مثلا، شوف مداخل الحج انت، فهمتني؟ فما الشيوخ هذيك يعني ارزاقها من الاسلام، يعني انت حتى في تونس ناس تستقبل الاسلام، تصور انت تقول هذيك خراف، يعني يخلص باش يقرا القران، يعني يقتلك، مش يقتلك يذبحك انت باش تقطع له رزقه. ناس ما عندها شيء يعني تقرا تلف قران وتاخذ الفلوس، تجاره الفلوس، الحج تجاره، في فتره رمضان تجاره، فهمني؟ حتى الفنانين يسترزقوا في تونس، يعني باش يقرا لك في شهر رمضان، يعني تزدهر الاقتصاد، خاطر فما يعني تصور انت يعني تجي تقول لهم الفكر هذاك غلط، بتباع يعني لازم يتفرض عليك هذاك تقطع راسه، وبليس ما عندوش السلاح الاقناعي ولا السلاح الحجه، يعني كيفاش تواجه اي واحد مرحب هذاك شفته يتهربوا انت عديد الشيوخ باش يتناقشوا، فهمت؟ ولا في المناظرات، فهمني؟ خاطر ما عندهم شيء هما، ويلزم الفكر نتاعهم يكون بسيط، هما يلزم يزرعوا كائنات عندهم تفكير محدود جدا باش يسيطروا عليهم بخرافات واكاذيب. هاك شفت مثل الشيوخ ديما كل اكاذيب، كما حكاية الإسراء والمعراج، فهمتني؟ يحكي لهم فيها وهم منبهرين، فهمتني؟ ولا في الجنة مثلا، أنت حتى الحكاية بسيطة، يعني حتى في الجنة تسمع تقول لك الجنة فيها حور عين وخمرا، ويعني ها هو ده شنو؟ إله ده شنو؟ ما فهمتش يعني تاجر كأنه تجارة جنس كبيرة، ولا هذيك هي المتعة اللي يبحث عليها الإنسان، ولا ما فهمتش يعني والحور العين يعني ايش معناتها؟ عاهرات استعباد لكائنات لتلبيه الرغبه الجنسيه، يعني فهمني؟ يعني قتل الانسانيه، قتل الاحاسيس، يعني انت كتب على الاسلام ما فماش الحب، عباره مرأة عباره وسيله للجنس، فهمني؟ وسيله للجنس، هو عقد نكاح وتلبيه للرغبه، فهمني؟ ما فماش هذه مبادئ انك تتفاهم، ولا انك انت تتفاهم معاها ترتاح مش تبني وصل، ما فماش هذه المبادئ موجوده، فهمت؟ في الاسلام، فهمت؟ يعني نكاح يعني ما فهمتش انا العقليه دي. انا بصراحه كنت اسالك سؤال هلا، شو رايك بالجنه الاسلاميه؟ يعني مساله الجنس الابدي هي، الليل نهار شغال بالجنس، يعني شو رايك فيها؟ احكي لنا رايك بالجنه الاسلاميه. الجنه الاسلاميه تتماشى مع العقل البدوي، العقل العروبي، الحاجات اللي يبحث عليهم، اللي يبحث عليهم العقل العروبي، فهمتني؟ مي تقرا انت الجنه الاسلاميه تعرف تكتشف حقيقه الاسلام، تكتشف انه ليس اله، هذا ماهوش اله، يعني ضد حقوق الانسان، هذا المبادئ انك انت تجيب حريه عين ضد حقوق الانسان، فهمتي؟ تعدي على البشريه، ما ثم حتى ابداع، يعني ناس في كراء في كيفاش متكئين على الكرائك وغلمان يدوروا حولهم، يعني مسخره بيتم معنى الكلمه، يعني ملها ملها ليلي، يعني ناس تضحي في سبيل، يعني يا اخي ما نتصورش ان الهدف اي انسان انه باش يلوج على حريات، ماهوش الهدف نتاع يعني ايش بينا، يعني ناس تقول مرضى نفسانيين ولا مرضى جنسيين ولا مرض جنسي ولا هوس جنسي نتاع عباد، تقول ما عندها ما باش تصنع في حياتها كان تلوج على الحور العين ولا الاكل والشرب،
شنو يعني ما تتصورهاش. خرافة تنجم تتصدق على البدو يعني في فترة ما تنجم تناسب الواقع متاعها التاريخي، يعني نطمع عباد في كانوا يعيشوا في صحراء مثلا ما كانوا يعرفوا شيء، نقول لهم بنات بيض وغلال تتماشى مع العقلية متاعهم، أما تنجمش تتماشى مع العقل القرن الحالي، فهمتني، مع ناس يعني تفكر وتخمم يعني تحسها مهزلة مهزلة. وقلت لك حتى تحللها اللا إنسانية اللا إنسانية، يعني أنت بيدك حتى إنسانية ما تقبلهاش، وشنو هي المتعة مع عبد أنا كائن يعني يجيبه لي ربي باش نتمتع بيه جنسيا، أنا نحكي معاه نحس بيه في اغتصاب، اغتصاب هو في حد ذاته، مش ما أنت قاعد تغتصب في كائن يعني، يعني شنو هي المتعة هذه يعني، فهمت كيفاش هذه القيم، وين القيم هي في الجنة هذه، تكتشف لي ما فماش قيم أصلا، ما فماش قيم أصلا، وين القيم؟ يعني القيم هو يقول لك وتحجب والاخوين، انت في الجنه هذه تغتصب، تغتصب اغتصاب يتسمى هذا، شنو حور عيني مش مهزله، وانهارا من الخمر يعني تحريم الخمر في يعني تطميع، تطميع العباد البدو في الفتره ذيك باش يجادوا، خاطر قبل ما كانش عندهم حتى شيء يزم يشجعهم على شنو هي الغزوات، غزو القافلات لغايه تجاريه ومصلحيه، وتشجيعهم، التشجيع بتاعهم كيفاش يقولهم في الجنه حتى ولو انتم متوا عندكم لا تخاف الجنه ستنكحون، يعني حيوانيه، نزعه حيوانيه واهانه كبرى للمراه، يعني المراه عباره يعني اتعس حتى من الانس، يعني اتعس، والحيوان اتعس برا، يعني عباره المراه ما عندها حتى قيمه، هنا كبرى المرأة، أنت كنت تسمع هذا علاش قلت لك يعني ماكش مطالب أنك باش تتعمق ياسر، كي تقرأ حتى حاجات بسيطة كي ولا ما فماش حتى اللي ماجي، حتى المخيلة ضعيفة ياسر بتاع اللي يعني تتفرج أنت ساعات في يعني كما نقول أنا باش نحكي بالفرنسية أن فيلم سونتيفيك سونس فيكسيون، تلقى الأفكار متطورة، مش بغل يطير على السماء ولا إله على العرش كأنه كأنه إنسان، يعني قاعد يعني بسيطة ياسر، مهزلة كبرى ان واحد يقتنع بها، فهمتي، مهزلة يعني حتى كان جات المخيلة نتاعو اوسع، يعني قادر على ابتكار اشياء اخرى، نقول لك اما هي افكار بدو بسيطة ياسر يعني، فهمتي علاش قلت لك لازم يتحروا منها، تتحرر الانسانية، تخمم ونقبلوا الحوار، وهذه المشكلة هي العنف، العنف الموجود بالخاصة نحكي على الديانة الإسلامية ما توجدش العنف، انه يتهجم عليك بأي منطق بدون أي أسلوب إقناعي، هذه هي الإشكالية الكبيرة، إقنعني وحتى ولو أنت مختلف علينا نحن نتحاوروا، لا هذه هي الإشكالية، إن الإنسانية قتلها يعني، هي استعباد البشرية، هذيك المشكلة، العباد ولات وما عادش هو كائن إنساني، يعني تشوه، تشويه للإنسانية، تشوه المسلم، مشوه، أنت تشوفه داعش إنسان مشوه يعني، يعني ستان يعني كانوا يقولوا نحن بسيكوبات، إنسان مريض نفساني ما عادش يخرج من الدوامة يعني، فهمتني هذيك، فهمت صحيح صحيح. اخي قولي قولي جواب على السؤال واضح، تفضل طاهر عم تسمعني؟ عم اسمعك. طيب يعني بصراحة يعني نحن كلنا انا وانت واصدقائنا يعني نعرف الحجم الكارثي الموجود بالديانات وخصوصا الاسلام، انت كشخص طاهر هل تشجع الناس على ترك الاسلام؟ ولماذا إذا كنت بتشجعني يعني؟ تفضل. السؤال بتاعك قلت لي هل تشجع الناس على ترك الإسلام؟ بطبيعة الحال أنا نشجع الناس على الفكر، وكي ترك الإسلام باقتناع، أنا نحب الناس تولي تخمم، تخمم وعندها منطق، فهمتني؟ ولا يعني أنه ملحد يعني أنه إنسان مثالي ولا إنسان باهي، أنا نجم الملحد ما نفهمش أنا وياه، مش يعني إنسان باهي، لكن الملحد نتفق معاه انه نتفقوا في على نقاط مشتركه، فهمتني؟ عمنا نشجع الناس باش تتحرر، خاطر الخطر كبير، خاطر خطر كبير، انا خصوصا انك باش تربي جيل اخر بالفكر هذا، باش تربي اولادك بالتربيه الاسلاميه هذه، يعني معاناه كبرى، معاناه كبرى، خاطر انا مريت بها ونعرفها، فهمتني؟ باش يعاني، باش يعاني في البيئه هذيك، فهمتني؟ هو اصلا باش يعيش متشوه، قلت لك بالخوف، بالخوف اللي مزروعة، الترهيب حرام ما يصحش، ما يخليلوش الحرية الفكرية، هذا بالنسبة للرجل، فبالنسبة للمرأة زاد صعوبات كبيرة ياسر، وبالأخص في البيئة الشعبية يعني تتفرض عليها، يعني تتفرض عليها برشا حاجات، فهمتني، قتل، قتل للإنسانية، وخطر، خطر كبير، أنا يعني نحكي بالخصوص الديانة الإسلامية،
ندعوهم الكل باش يتحرروا وباقتناع، يعني مش انت تقول لي باش يتحرر هكاك، خاطر فما ناس تو تقاعد بعدت ليه خاطر رات داعش ولا صارت له مشكله، بعد على الدين ويدعي الالحاد لكنه غير ملحد، يعني خاطر فما فتره شك ويلزموا فتره اقتناع، فهمني فتره اقتناع الفكره خاطئه، فهمني اما ليش قلت لك خطر كبير، خاطرك انت كان باش نواصلوا في المجال هذايا وفي تربيه اجيال على هذه الافكار وهذه العادات وهذه التقاليد، كارثه كارثه كبرى، كارثه كبرى ومأساه، وما عادش نجم تقاوم التطور، باش ما عادش ما نجموش نواجهوا حتى شيء، فهمني. وهذا هو الفكره اللي قلتها لك، انا نحب يخرج على الاسلام لكنه بفكره باقتناعه، مانيش لحنا لهنا باش نردوا لعباد الملحدين ولا الهدف نتاعنا، مانيش الهدف نتاعنا، نحن الهدف نتاعنا هو نوريو الافكار نتاعنا، نعملوا في مقارنه بين الفكر، هو خاطر برشا ناس ما يعرفوش حتى شنو هو الملحد، الملحد ما يعرفوش، يردوك الملحد انه هو يلوج على المله والمتعه خرج على الدين وبعد، فهمتي فما جهل كبير، هي الثقافه غايبه، هذه الاشكاليه الكبيره، المواطن العربي ما يطلعش يحفظ، هذه هي التربيه، التربيه هذه منين؟ العقلية دي توجد بالفكر الإسلامي، حفظ أحفظ القرآن، ما يقولكش افهم أو تمعن أو تفحص، يقولك أحفظ القرآن، الحفظ بدون ما تفهم، يعني ساعات يردوا في حاجات تجي تحكي له يقولك ما نفهمهاش، هذه هي المشكلة، ثقافة الترديد بدون تحليل وبدون تمعن هي المأساة الكبرى، فهمتني؟ صحيح صحيح أخي طاهر، صراحة مثل ما قلت هي نقطة كثير مهمة، إنه في مئات الدورات لتحفيظ القرآن ولا في حتى ما في كلمة واحدة في تفهيم القرآن. طبعا أنا بشجع أصدقائي يتصلوا، أنا فتحت السكايب وبتمنى منهم يتصلوا ويشاركونا بحلقتنا أقوم بإشعار. في عندي الأخ جون كتب لي كاتب رسالة نقطة عم بيقول نقطة ممتازة قالها الأخ طاهر، وهي الدول التي تخلصت من الأديان تطورت ووصلت إلى القمة. سؤال آخر، هل يستطيع العرب القيام بثورة على الله والدين كما قامت بها أوروبا منذ مئات السنين؟ وشكرا لكم أخوكم جون الفلسطيني. في عنده كمان سؤال ثاني عم أظن داخل، الجنة الإسلامية هي عبارة عن وهم من الله للمسلمين اللي يمنعهم ويكبتهم عن ممارسة الحب مع النساء وشرب الخمر في الدنيا وإيهامهم بأنه سوف تكون لهم كل الملذات الجنسية والمشروبات المحرمة في الدنيا بأن سوف تكون لهم بعد أن يموتوا في الآخرة. طيب أخي طاهر، شو رأيك بهالسؤال هذا؟ هل من الممكن مثلا الشرق أوسطيين، جماعة الشرق الأوسط، نحن يعني عموما مجتمعاتنا انه تقوم بثورة ضد الله بما انه هلا موضة الثورات قائمة؟ يعني تفضل. باش نجاوب على الثورة، الثورة عربية بالنسبة لمناطق الخليج نتصورها شبه مستحيلة نظرا للتربية، التربية كانت كما يقولوا الفيروس الاصل الفيروس موجود غادي، فهمني اصل الفيروس غادي اللي قتل الفكر، وهو قلت لك انا مع السادسه ونص يكون الاذان بحذاه، نعتذر للمتابعين الصوت يكون قوي، فهمتني؟ وديما وتعودت قبل كنت مش يعني معاناه كبيره، يعني قلقني برشا وخصوصا في صلاه الفجر، يعني رعب بأتم معنى الكلمة، واحد يكون راقد، يعني مفروض علي هك شوف، هذه من الحريات، الحريات ما عندي، ما عندناش الحرية هك شوف، مطالب أني يلزمني كل ما تجي. أخي طاهر أنا بس كنت بدي أعلق على الموضوع هذا، نتمنى تسمعوا فيا، نتمنى خاطر باش نجاوب على الثورة العربية، خاطر نقطة سؤال بالرسمي وجيه، هو سؤال وجيه كبير، هو اللي نجم، خاطر هي الثورة هي الوحيدة، الثورة هي الحل الوحيد اللي باش تخرج الأمة هذه من الاستبداد، باش تخرجها من الدوامة اللي هي عايشة فيه، من المأساة اللي عايشين فيها الشعوب الكل، هي عايشة في الشعوب العربية تعيش في مأساة كبرى،
فهمتني؟ وانت حتشوف المأساة، يعني بلدان الخليج عندها مادة موجودة، المادة، لكن الشعب يعاني، الشعب غير حر، الشعب عايش في كبت بصفة كبيرة، الشعوب الخليجية خصوصا يعني، وغير قادرة على الإبداع. يعني هي المال، يعني على المستوى المادي متوفر المال كالإمارات كالسعودية، لكنهم شعوب مضطهدة يعني محرومة، تلقاه يعيش في كبت، وخصوصا الكبت الجنسي، هي جين جنسي يبحث كان على اللذة وعلى النقمة، فهمني، ويستمتع بالتعذيب ساعات، يجيب العامل ولا العامل الأندونيسي ولا العامل، تشوف فيهم في السعودية يعني الكبت متاعه يسيبه على الآخر يعني، فهمني، معاناة نفسية يعني فيها، هم مش مرتاحين، خاطر أنت تقول لي الشعوب عندها المادة ومش قادرة، وينه الابتكار، وينه الإبداع، يعني ما قادرين على حتى إبداع، ما عملوا حتى إبداع. نواصل، الثورة العربية ممكن تنجم تكون ثورة عربية في المنطقة، أنا أقول شمال إفريقيا، الأمازيغيين خصوصا الأمازيغ، فهمتني، نتوقع، خاطر فما تحركات كبيرة وفما ظهور كبير، يعني ناس قاعدة فهمت الوضعية، خصوصا مع المأزق اللي تحطوا فيه، فهمتني، وفهمت الشعب الشمال الافريقي، خاطر عندهم فكر، انت تشوف الافريقي عامة حتى كي يسافر لبرا قادر على الابداع، فهمتني، ماهوش كيما الشرق، الخليج كل شيء، انا راهم صعيب ياسر، وكل شيء تصير كارثة، يصير انهيار كبير يعني، تصير مجازر كبرى، فهمتني، للي باش يعرفوا الحقيقة، للي الناس يعني كما يقولوا كره كبير، لا تستطيع، ما عادش تطيق الإسلام جملة يعني، في مرحلة هذيك نتصوروا من نجموا يتحروا، فهمتني، يقولوا لا يعني، يثوروا على الملك، يثوروا، وقتها بصير مرحلة يلزمهم يجربوا، يلزمهم يمسوا الحاجة، فهمتني، يعني زي نقول ينجموا وقتها يثوروا. الشعب شمال افريقيا نتصورهم يعني في مرحله ما ينجموا يعملوا حاجه، خاطر فما تحركات كبيره، فما حركه تغيير شمال افريقيا كانت تسمعوا بها، انخرطت فيها وساهمت بالافكار ساهمت بافكاري في حركه تغيير شمال افريقيا، لكن ماهيش باش تكون في الوقت هذا يعني، مازلنا بعادر يعني، فما بدايه، انا راه في بدايه تطور وقاعدين نمروا فيه، لكن مستقبلا فما ثورات وفما تحرر باش يصير، خاطر الشيء واضح، الشيء تكشف بصفة كبيرة، لو الحصص قاعدة تكشف، الإنترنت قاعدة تكشف، فما قنوات مسيحية قاعدة تكشف زادة في حقيقة الدين، فهمتني، قاعدة تساهم برشا، فهمتني، وبلوس الاسلوب اللي سو ساعات انا كي نناقش مع مسلم معتدل نقول له باهي انت علاش هكايا، فماش في الجنه بار اكزومبل، نقول له في الجنه ماذا يوجد في الجنه للمراه، فهمني، هل هناك شنو، ما تلقاش ما تجاوبك يعني، يدخلها الشك يعني، بدا يدخل الشك لبرش عبيد، فهمتني، في مرحله، ومع العلم ان هناك العديد من المسلمين اللي يدعون الاعتدال هم ملحدون، لكن ليست لهم الجراه، فهمتني، قلت لك كان نوصلوا نربحوا نحن، نحطوا نوصلوا نجلبوا لنحن المسلمين المعتدلين، خاطر هما في ضياع، اللي تقول حكيت لك في ضياع، المسلمين المعتدلين لا ينتمون الى اي دين، يدعون الاسلام، لكنهم، انت كتقول المسلم المعتدل اللي جا طبق الشارع يخاف، أكيد يخاف من الاسلام، هو يدعي الاسلام يعني، هذه المهزله، فهمتني، الثورة العربية قلت لك بالنسبة للخليج أنا ما تنجم تصير إلا ما تصير كارثة، وقت ينقموا جملة، تصير نقمة كبيرة على الإسلام، وقت ينجموا يتحرروا، هذه النظرية متاعي. تفضل، كان فما سؤال آخر؟ طاهر، أنا برجع أقول لأصدقائنا إنه يتصلوا فينا وبشجعهم يتصلوا فينا. طاهر، خلينا نرجع على مسألة الإجهار بالإلحاد، يعني جاني سؤال أظن كمان من الأخ جون. أنا أحيي التجربة التونسية في الثورة السلمية والديمقراطية، هل يستطيع الشباب العرب في السعودية ودول الخليج أن يعلنوا عن إلحادهم وزور؟ طبعا الأخ جاوب على السؤال هذا أظن يعني بطريقة ما، وأنا بشان الأخ جون يعني بصراحة أنا أوجه له حديثي، أعتذر له أنه يعني ما عم بقدر أتابع كل الرسائل والمسائل هي، فيعذرني عذر شديد. خلينا نرجع لمسألة الجهر بالإلحاد أخي طاهر، يعني أنت كطاهر يعني حاولت
بشكل من الأشكال إنه تجهر بإلحادك مثلاً قدام أهلك، عائلتك، الناس اللي حواليك، بأي طريقة، بأي وسيلة ثانية؟ تفضل. بالنسبه لي انا قلت لك اجرب الالحاد في العائله، في العائله يعرفوني ملحد، وديما كنت يعني مع المعذره انا ما نحبش اقول، كنت ديما نكفر وكنت ديما انعت الرسول، وعندي حريه، عندي حريه في العائله، فهمتني. بالنسبه لل نحكي على المجموعه اللي تحط بي، يعني كما يقول الاصدقاء، حاولت مرة اني نجهر، لقيت عنف شديد، يعني وليت في خصام، يعني كما يقولوا وليت مشاحنات كلامية، وليت انا تنعتت وشعرت تضربت، يعني هربت هروب، يعني كان مرة قلت لهم لا وكلامكم غلط، يعني كانت عندي الشجاعة، لكن مريت فترات يعني لقيت فيها مواجهة عنيفة، اللي قررت يعني قررت استعمال اسلوب النفاق في مراحل، يعني قررت اسلوب اني يعني ما اتناقش معهم وابتعد، يعني بالخاص المتشددين، فهمني. لكن لقيت شجاعة مرة ثانية، ما قلت لك مع السلفي متشدد واجهته، فهمني، لكنه هو يحترمني، يحترم الفكرة بتاعي، خاطر يعرفني إنسان صادق، إنسان أني أنا ثقة. هو قال لي أنت من أفضل أصدقائي، من رغم أننا نختلفوا في الفكر جمله، وتناقشنا وصارت مناوشات لكن فكرية، يعني باحترام نتناقش وأنا أقول له غلط غلط، يعني وصلنا، ما وصلناش النتيجة النهائية، القرار اللي اتفقنا فيه نقعد أصدقاء، لكن عمرنا ما نتناقشوا في المسائل الدينية، بالرغم اللي قلت لك هو متشدد، وقعدنا أصدقاء نقعد في قهوة نحكي مثلا على مشاكله، على حاجات في الدنيا، فهمني، لكن ما نتناقش في الدين، خاطر جربنا التجربة، قلنا ما نخسروش بعض، لقيته يحترم الفكر نتاعو، يعرفني يعني يعرفني يعني الفكر نتاعو، وانا نستهزأ بيه، فهمت. هذا ايش قلت لك، علاش قلت لك انا تجربتي مع واحد يعني متشدد كانت خير من اللي من عباد ما فاهمه شيء، يعني من المعتدلين هذوم. أنا قلت لك المأساة بتاع المعتدلين هي اللي المشكلة الكبيرة في المعتدلين. المعتدلين هم اللي تلقى معهم صعوبات كبيرة، يقول لك إسلام وسطي، خاطر هو ما عندوش منطق، فهمتني؟ ما عندوش، ليس هناك منطق في الفكر بتاعه. على الأقل ياخذ المنطق بتاعه معروف، يقول لك منهج السنة ومنهج النبوة والنصوص الدينية وأنا أتبعك، لكن أنت المعتدل يتبع ماذا؟ يتبع شنيا؟ انا السؤال المحير، خاطر انا ما لقيتش المنطق اللي باش تعمل، خاطر هو ما تفهمش المنطق نتاعو اللي يستخدم. يتقلدون بالغرب، يعني يلبسوا يعيشوا في الملاهي، وقت رمضان يحتفلوا برمضان، وقت الصيف تلقاهم في الوتله، الشرب الخمر، فهمت، يشرب مثلا، اما ليه يقول لك لحم الخنزير مثلا حرام، انت هاك تشرب مثلا، كي تحكي له ما تلقاش منطق انت باش، يولي هو خاطر سلوكي ما عندوش اسلوب اقناعي، يولي يتهجم عليك، فهمت، اسلوبه يولي تهجمي، فهمت، يا كافر يا ملحد باش تمشي وباش تحاسب، يولي سبك، يعني سب وشتم، هذا الاسلوب نتاعه للاسف ان هن ما بيعرفوا غير الشتائم، يعني كنبيهم الشتام اي الشديد. في عندي تعليق من الاخ سالم هاتن، على فكره سالم هاتن بكره الساعه، خلينا نقول 7 بتوقيت بغداد، راح يكون بتكون الساعه تقريبا 6 بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت تونس، فبنتمنى أصدقائنا يتابعونا مع الحلقة مع الأخ سالم. عم بيقول سماع صوت الأذان يشعرني بالغثيان، سوري، دعوة إلى العبودية بالقوة، الإيمان في القلب وليس بجعير شيوخ الجهل. أنا أؤيدك أخي سالم بكل، أبصم لك بالعشرة عليها. طب أخي طاهر، خلينا نرجع على موضوعنا الحاد. برأيك في هلا كثير يعني بصراحة، خصوصا اليومين الماضيين، يسألوني أصدقاء إنه شو راح نستفيد إذا أجهرنا لحالنا، شو الفائدة من الإجهار للإلحاد؟ يعني برأيك شو الأهمية، أهمية إجهار الإلحاد، إنك تجهر بإلحادك، شو بتستفيد؟ مثل ما طبعا على حسب تعبيرات الاصدقاء، انه شو بدنا نستفيد من اظهار الحادنا وجهاد الحادنا؟ تفضل. الاستفاده من الجهل، انا بنظرتي الشخصيه، هي انا كيفاش نقول، اضافه الافكار، تنوع الافكار بيني وبينك، خاطر الملحدين كل واحد عنده فكر، وهي شنو كيفاش، شعور بالطمانينه واعطائك يعني شحنه معنويه، يعني تلقى الشجاعه، خاطر انك مثلا كنت في عزله، حكيت لك قلت لك عزله،
ساعات انا نشك نقول انا كائن غريب، كائن فضائي، يعني انا وحدي نفكر هكا. ما تتشجعش، بل بالعكس، وتنجم تنقاد. راك تنجم تنقاد. انا كما قلت لك في فتره ما حبيت ننقاد لمجموعه، كنت نجم ننقاد لدينا. ممكن الشخصيه نتاعي خلتني ما انقدتش، اما هي تخلي الملحد ينعزل، وممكن يولي ينتمي لمجموعه، فهمتني، ويلي نافق في روحه، فهمتني. الشجاعه والفكر نتاعك هما علاش هما هم ولا الدين متشجعين. انا نقول لهم برافو، يعني بالعرب، خاطر هما عندهم الشجاعه يدافعوا على الفكر نتاعهم. لكن نحن خايفين، هذه المشكله، خايفين ما تدافعش على الفكر نتاعك. بالطبيعه ما تاخذش حقك، ريتش حق انت تاخذ كيك الحريه، ما لازمك تناضل عليها، يعني فهمتني. تولي كي وقت لوقت يولوا يستعرف بك ويسمعوا بك، اما كي تكونوا اربعه مجرد واحد ولا اثنين، اقليات كي مفترقه، ما ليست هناك، ما عندهمش فعاليه، ما يخوفوش، ما عندهمش وزن، فهمتني. كما في مصر تو من تو بداوا يظهروا، بداوا ولاو عندهم اكثر حريه، خاطر بداوا يجهروا، فهمت، بداوا يجهروا. احمد حرقان، اسماعيل، فهمتني، ولا تحسس هذه هي تساموا. فما الفكر يتطور راه، والاسلوب، خاطر كل واحد فما اسلوبه، فهمتني. انت تشوف كل حصه فما اسلوبها، فهمتني. وفما ثراء ثقافي كبير. انا حتى كنت نتبع حصه تو ممتعه، الحصه ممتعه، تاخو افكار اخرى، فهمتني. فما مواضيع انت ما كنتش تفكر فيهم واللي تفكر فيهم، فهمتني. فما اضافه كبيره تعطيها، فهمتني. وقلت لك شجاع، ويلزم تظهر، خاطر انت عندك فكر نتاعك، ما عادش تحس بالخوف، ما عادش تحس بالرهبه. فما ناس تبرتاجي معهم، فهمتني، كيما هما كاك يلموا بعضهم، هذيك القوه نتاعهم، هما قوتهم في انا بصراحه اخي طاهر، انا اضم صوتي لصوتك. يعني الاخوه اللي عم بيسالوني هالسؤال، ما الفائده؟ يعني هلا روح اسال اي مسلم بقول لك ما الفائده. هلا مثل ما سمعنا الشيخ اللي كان يجعر تعير الحمير حيش السامعين، يعني ما الفائده انه هالمشايخ وهالناس علنا 5 مرات بالنهار يعلنوا عن ايمانهم ويعلنوا عن، ما الفائده؟ الفائده انا بشوفها الفائدة انه نشجع الناس تطلع من هالقمقم، تطلع من مرحلة الخوف. يعني الفائدة اللي بنشوفها لما انا وانت نجهر بالحادنا، وكل ملحد يجهر بالحاده، انا متأكد انه يعني حتى المؤمن المتمسك بدينه راح يفكر بمعنى الالحاد، ليش الناس ملحدين يعني؟ فراح يفكر بمعنى الايمان حتى. وإذا فكر الإنسان معنى الإيمان وفكر بهالمسائل الدينية هي أكيد. وأنا باش نقول كلمة بالنهاية، بس خليني أكمل الكلمة يا أخي طاهر. يعني بالنهاية نحن في بلادنا عم تصير حروب بسبب الدين. لما المؤمن يفكر بدينه ويصير يشك في دينه ويطلع من هالدين النجس هذا، أكيد الحروب رح تتوقف. يعني نحن أصل الحروب اللي عم نتحارب وخربان بيتنا هو أصل الدين يعني، للأسف الشديد. تفضل أخي طاهر. أنا شخصياً نحن نحب نوضحوا حاجة، نحن ما عندناش كره للمسلم راهو، نحن نحب نحروه، خاطر أنا راه في مأساة، راهو راه في ظلم. أنا الفكر نتاعي نحب يتنوروا، نحب تتنور العقول وتتحرر، خاطر أنا راه في مأساة. أنا كشخصياً مانيش لاقي المعاناة، خاطر متحرر. لكن أنا نلوج لك يعني في يعني الأحسن والأفضل أنك باش تتخلص من المشاكل نتاعك. أنا حتى قاعد نقول له مشكلتك من الفكر الديني نتاعك. مشكلتك من الفكر الديني هاك شفتها. حتى امي يقول لها شفت، قلت لامي الوالده، قلت لها شوف المعادله عندي، الفكر كله منين جاي؟ قلت لها من الفكر الاسلامي، هما اللي ما خلوكش تكمل قرايتك، هي العقليه اللي تخلي المراه ديما تخدم في الدار، ديما الراجل هو سيد على المراه، ديما المراه ما عندهاش حريه القمع نتاعها، فهمتي، والراجل ديما عنده مسلمات مطلقه ما يتطورش. يعني كيما الوالده كيك تقوم انت الاسلامي، ديما عنده نفس الفكر يعيش، ما فما حتى تطور، فهمتي. هذه هي نحن نبحث عن البيان. هما كما قلت الشيوخ يعملوا في دعايه للاسلام، باش ديما يتكاثر الاسلام. انت حتى شفت اللي انت كتظاهر اكثر صوره الاسلام، حتى في فرنسا ساعات يتاثر، ساعات واحد بسيطك اي ولي، فهمت علاش قلت لك هما عاملين دعايه كبيره، هما قنوات، فهمتني. علاش قلت لك تاثر حتى العبد البسيط اللي ما عندوش فكر مازال يتبع القنوات هذه واللي ينتمي اليهم، فهمتني. نحن نبحثوا على الخروج من الكارثه هذه الموجوده، فهمتني، والمعاناه، خاطر عبيد تعاني من الفكر هذا. كيما يقول لك رزقه على الله، يعني هو يجيب، يعني هو فقير ويجيب ابناء فقراء، فهمتني، يحطهم في وضعيه، فهمتني، ويزيد من فوق يعني يعطيهم تعاليم وقيم دينيه، فهمتني.
مأساة كبرى. كراهم أنا كراه في الشارع، كراه في الحافلات، كراه في الطرقات، لكن ما عندناش حل. هك شفت الحلول هذه، هي حلولنا كان تعمل برامج هكاي يسمعوك، توصل صوتك، فهمتي، توصل تفسر لهم، فهمتني، باش يخرجوا هما ويتحروا، فهمتي، يتحرر الشباب من الفكر هذا القمعي يعني. وش تلقاه شكون يتبع في الجده نتاعو، يعني الجده نتاعك عندها فكر هي ولا صعب، ربي عندك فكرك، عندك شخصيتك، وهذه هي الاشكاليه. نحب العباد تخمم، نحب العباد تولي تفكر، فهمتني. بالضبط بالضبط والاختلاف، اخي طاهر. هو اللي هي بن الحلاوة كما يقولوا الدنيا، هي الاختلاف والتنوع، فهمت، وتنوع فكري. الإسلام يوضعك في صندوق معين، يعني الناس كلها تقول لك هذاك الحمد لله ما شاء الله مقدرنا ربي، يعني نموت وفات الدنيا، ربي يهدي، ربي كما أنا كلمة يهديها ربي نقعد بها، يعني ربي هو اللي قادر على يهدي، يعني هو قادر. كان عينه راه يهديني، كما قبل كنت نضحك عليه أنا في الصف، تقول يهديك، كان عينه تو يهديني، يعني هو ما حبش يهديني، بل هو على كل شيء قدير، يعني يضحك هو هذا. للأسف شرير يعني، لا يهدي اي اي من يعني يشاء. وانت المعاناة، نقول لها الجدة نتاعي انت المعاناة شنية اللي عانيتها، تقول له مجال الفكر هذاك، كله من الفكر هذاك اللي انا مأساة الرفاه، تتألم يعني شخصيا، فهمتني، البلاد نتاعك، ولا فهمني، ولا الوضع اللي في سوريا، بلد تاريخي ولا بلد حضارة، ولا شفت كيفاش همشوها، كيفاش وليت خراب، يعني وين وصلت بيه؟ تنحيه جملة يقول لك ليه دوك لم يفهموا الإسلام ولا يمثلونه، والإسلام في السعودية لا يمثل الإسلام، والنبي لا ما تفهمش يعني، وبدون أي منطق، يعني خراب، خربوها، شفتها والإسلام القذر اي للأسف يعني باقي بالبقاء الجهلة للأسف يعني الشديد. قلت لك مع الإنسانية، نحن نحبهم، نحن نحب المسلمين هذوما يتحروا، نحن مانيش ضدهم، ما عندناش كره وما عندناش حتى عداوة، ذي الحاجة اللي لازم يفهموها، نحن محبتنا اليوم هي اللي خلت العباد تناضل. أنا شخصيا ما عندي حتى مشكلة، عايش ما عنديش مشكلة، لاقي حريتي، لاقي حريتي، لكن نحن ترانتي في مأساة في سوريا، مأساة في ليبيا، مأساة، يعني فهمتني اضطهاد الأقليات الموجودة، فهمتني، هذه هي لحظة اللي خلينا هي نحن الحرب نقوم اللي ماشية بشعوب حروب أخي بالقدر طاهر. المستوي لا بتاعنا بالشعوب. طاهر بس دقيقة واحدة لأنه شان الحلقة مطول كمان، في عندي أسئلة لسه كثير. في الأخ أمير كاتب بلغة فرنسية أظن، وأنا بصراحة لا أعرف الفرنسية، وأنا أعتذر له لأنه يعني مشان التعليق ما فهمت التعليق يعني للأسف. طيب أخي طاهر، برأيك يعني نحن كملحدين شو بنقدر نعمل حتى نوصل صوتنا للناس؟ شو الوسائل اللي ممكن تدعمنا ونوصل صوتنا للناس؟ تفضل. الوسائل انا قلت كما في حزب في تونس، حزب كحزب كي توجد حزب ملحد خطوه كبيره ياسر باش توصل صوتك. الخدمه الموجوده على الانترنت باهيه ياسر وفي تقدم، لكن انا نبحث على خطاب متطور يتماشى مع المنطق نتاع المسلم المعتدل، هذا اللي قاعد نبحث فيه باش توصل تقنعه، خاطر ما نحبش انا كما نقولوا نحكي وما نوصلش للهدف نتاعنا، يقعد الحوار منحصر بين ملحدين، فهمتني. وجب البحث، يعني فما النخبه، هي دور النخبه، يعني النخبه هي اللي ما تقعدش قاعده تتحرك، النخبه لم تكن على لديها الشجاعه، يعني انت في تونس تعرف يعني عديد من المفكرين هي ملاحي ملحدين، لكن ما يصرحوش وديما خاضعين وديما متماشين مع الوضع. الدور راهو نحن قايمين، فما نتصورش قايمين، فما ناس قايمه لكن دور النخبه المفكره، خاطر كي تسمع انت هما يوجهوا، هما قادرين على توجيه الشعوب، فهمني يا اخي. في فرنسا شكون اللي قادها الثوره؟ يعني ناس مفكرين، يعني جون جاك روسو، ثوره التنوير هي اللي حررت، يعني النخبه هي اللي قادت. انا ايش قلت لك؟ البحث هو انا قاعد نشوف على المنطق الذي يتماشى مع اقناع المسلم المعتدل، فهمني، هو خطوه اولى، فهمت، خاطر قلت لك انا في تربح، كنا نجم نربحوا المعتدلين، صحيح نجحنا، خاطر الأكثرية هم معتدلين في تونس مثلا، نسبة كبيرة معتدلة مش فاهمة دينها، فهمتني. كان توصل أنت بأسلوب منطقي يتماشى مع عقليته، خاطر الحلول الموجودة، دراسة نفسية كيفية يفكر هو باش تلقى له الأسلوب، فهمتني. فما أسلوب الصدمة، فما تتنوع وتتماشى وتختلف الأساليب مع كل شخصية، هي لازم الدراسة لازم تكون متنوعة، خاطر تختلف مع كل شخصية عبد، فهمتني، يكون يعيش في بيئة فقيرة
ما تنجمش تستخدم معهم مع الاسلوب يكونوا في عيش في بيئه راقيه، فهمتني؟ طبعا لازم تتمشى. انا عندنا اتصال تفضل. من اخ سالمان هاتم. تفضل اخي سالم. سلام عليك سيد جان، سلامات. وسلام للاخ طاهر الطيب. السلام. من اثني واحيي شجاعته على المشاركه. شكرا. واحب ان اؤكد للاخوه المسلمين انه هذا البرنامج وموقفنا الملحدين انه ضد الاسلام، العقيده الاسلاميه وليس المسلمين. وبمناسبة سماع هذا الأذان المقزز صراحة قبل شوي يذكرني، سأوضح غدا ما يعني هذا الجامع. الجامع هو ثكنة عسكرية للسيطرة على هاي الشعوب البائسة. وقبل فترة ذكرت أنه مقولة صراحة لازم تكون جديدة، يعني سقوط وانحطاط الشعوب تقاس بعدد الجوامع الموجودة فيها. فأحيي شجاعتكم وشكرا لكم. وأنا أحييك أخي سال. طبعا الأخ سال بكرة الساعة 7 بتوقيت بغداد راح يكون معنا على الهواء مباشرة، وأتمنى من أصدقائنا يكونوا معنا يتابعونا ويتابعوا الأخ سال. أنا متأكد الأخ سال يعني شكرا على التدخل. الثقافة. شكرا حبيبي. شكرا أخ سعد. شكرا. شكرا لك وجهودك الجبارة. شكرا، نلتقي غدا إن شاء الله. أكيد. يا سلامات، مع السلامة. تفضل. طيب يا أخي طاهر، يعني الله الأخ سعد حب بصراحة يعني أثار فكرة كتير حساسة. يعني قال الجامع تحول إلى ثكنة عسكرية، كل جامع هي ثكنة عسكرية. شو رأيك بالكلام هذا؟ تفضل. الجامع تسبب في ثكنة عسكرية هي شنو؟ هي توليد الدواعش، يعني الفكر حتى اللي يكون كما قلت لك مسلم معتدل. ساعات عباد تكون عايشة في عزلة، الإسلام يعني تدخل الجامع مجاني الجامعة، فهمتني؟ وفي البلدان الإسلامية ديما توجد في كل بلاصة، يعني نحن في تونس الجوامع موجودة في كثرة بكثرة، يعني فهمتني؟ والجامع هو الوسيلة يعني مجانية، فهمتني؟ خصوصا البيئة الفقيرة، فهمتني؟ البيئة الفقيرة يعني تولد يلقى قهوة وجامع، ما يلقاش فنون، ما يلقاش دور شباب، يعني كما يقولوا بتاع رسم، بتاع فن، بتاع ممارسة رياضة، فهمتني؟ اللي تولد غادي يعني سهل ياسر باش يورث الفكر الديني غاديك ويلتقي مع الشيوخ. هذيك الشيوخ قاعدين يعني يصطادوا في الشباب باش يربيهم على الفكر الديني، فهمتني؟ يعني ومولد. علاش هو قال ثكنه؟ يعني حفظ القران والكتاتيب وكل شيء هي ثكنه، ثكنه لتوليد الفكر، ومنه تلقى يخرج الدواعش، ومنه يخرج الارهاب والفكر هذايا، فهمتني؟ يعني المتشدد، فهمتني؟ تفضل. طيب اخي طاهر، في 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 شباب كثير يعني بيخافوا. انا ما بقول الخوف، يعني الخوف في حالات معينة أكيد، يعني وحق هذا للجميع أنه الإنسان يخاف. بالبلدان مثلا خلينا نقول بالسعودية، بسوريا، بالعراق، في بلدان يعني حق الإنسان أنه ما يقدر يجاهر بإلحاده. بس في بلدان يعني مثل كثير بلدان، يعني خلينا أوروبا، خلينا نقول بأوروبا، يعني في تونس، يعني الإنسان المجاهر بإلحاده غير معرض للخطر. هدول الناس اللي ما بدهم يجاهروا وغير مبالين، شو بتقول لهم؟ شو بتشجعهم؟ يعني بتقول لهم مثلا إذا جاهرتوا ممكن تغيروا المعادلة يا شباب؟ في ناس مثلا بمصر أصدقائنا كثير مجاهرين ومعرضين نفسهم للخطر وحياتهم للخطر، يعني بصراحة محتاجيننا ومحتاجين لكل صوت يعلي صوته انه نحن ملحدين. شو رايك بالموضوع؟ تفضل. انا بالاجابه ما ننصحش الاخوه في الخليج انهم يجاهروا بالالحاد،
إلا في فرضية أن تكون مجموعة شجاعة وتظهر، يعني تظهر، يعني يظهروا مجموعة مع بعضها، ما يظهرش واحد وحده، فهمت؟ يعني على الأقل فما نوع من التوازن، فهمتني؟ أما كي واحد نسبة قليلة بالأخص في بلدان متشددة حفاظا على مصالحهم وحفاظا تصعب، لكن هي تكون الشجاعة أنهم هم يكونوا مجموعات مع بعضهم، يعني ويظهروا في يعني نسبة يظهروا في مجموعة، يعني يخرجوا يجاروا ما في مجموعة، لكن يكون واحد وحده منعزل تكون صعيبة، فهمتني؟ الرأس صعوبات كبيرة. أنا باش يكون واحد عنده الشجاعة في بلدان الخليجية الأكثرية البرة، يعني كي يكون عايش البرة ينجم، فهمتني؟ لكن بلدان الخليجية صعيبة شوية الوضعية صعيبة شوية وضعية ما. تفضل يا أخي. أكيد أكيد، هو يعني مثل ما على طول أنا بقول هالمسألة هي، يعني القادر، أنا بوجه حديثي للقادرين، أنا ما بوجه حديثي للناس مثلا بالسعودية بالخليج. يعني أكيد المجاهرة فيها خطر، فيها يعني المجاهرة، أنا المجاهرة اللي لا تؤدي إلى إجزاء جسدي، هذا اللي بدنا إياه، هذا بدنا نوصله للناس. يعني أخي يا طاهر، برأيك كيف أنت بتشوف مستقبل الملحدين؟ يعني الانحراف اللي عم نشوفه على الفيسبوك، برامج أصدقائنا الملحدين، كيف بتشوف الحراك هذا؟ لوين متوجه؟ شو خلينا نقول، شو نظرتك لمستقبل الملحدين؟ أنا مش نحكي، قلت في مرحلة ما كنتش نعرف الملحدين، لكن في بتطور وسائل الاتصال اكتشفت اللي موجودين بكثرة، وعمال نتعرف على برشا وتصير لي مفاجآت يعني فرحان، خاطر كما قلت لك أنا آخر مرة في الأخوة من الجزائر، ما كنتش نعرف الجزائر موجودة برشا، لقيتها موجودة، قاعد يتطور، لكن في البداية ما نسويش، راه في مرحلة البداية، المستقبل باش يكون أفضل، خاطر ولات حاجة عادية، حتى العباد بشوية تتقبلها عادية جدا أن موجودين الملحدين على الفيسبوك موجودين، لكن مرحلة بداية هتشوف أنت، فما القناة بتاع فيها أحمد حرقان زادة موجودة على اليوتيوب، فهمني؟ تطور كبير، تطور كبير، وقلت لك المستقبل الحاد هو باش يساهم فيه التطور العلمي والاكتشافات اللي باش قاعدة تصير مستقبلا هي اللي باش تقضي على الأديان، فهمت؟ هذا الفكر متاعي، مجرد فكرتي انا، التطور العلمي هو اللي باش يقضي على الاديان وعلى الخرافات، فهمتني؟ باش توصل لمرحله انك انت حتى الانسان ينجم، اللي ميت نجم تعاود، تنجم تحييه، فهمتني؟ وقت توري اعجاز، فهمتني؟ وتنجم تصنع كذاك البغل اللي يطير، تنجم تعمل لهم حكايه، ويعني تنجم، يعني فهمتني؟ العلم كي باش يتطور باش يقضي على الاديان، هذه الحاجه اللي انا متاكد منها، فهمتني؟ لكن مش في عام ولا في عامين، هذه حاجه تصير، مش تصير كارثة هي، يعني لابد منها مواجهة كبيرة عنيفة، خاطر تو في مرحلة صعيبة شوية، لكن مستقبلا نراها يعني فما انفجار كبير، فهمتني؟ يعني مش تخلص الإنسانية من الجهل، يعني هذه حاجة متوقعة، يعني أنت أعوام قادمة تنجم تقول عباد تكتشف ممكن كوكب آخر صالح للعيش، فهمتني؟ وناس مازالت تخمم في خرافة، فهمتني؟ يعني نتصور انه التطور العلمي قلت لك هو اللي باش يساهم، يعني باش يعاون الفكر نتاعنا يعني ونجاح، يعني المبدعين والمفكرين كلها ملحده، يعني انت تعرف العلماء والخبراء وكلهم يعني ناس، فهمتني؟ قلت لك بالنسبه للي راه فيه خدمه كبيره قاعده تصير، فهمتني؟ انا مفاجئ، يعني فما مفاجئات نشوف فيهم، قلت لك كيما الاخوه في الجزائر برشا، حتى في تونس ساعات تجيني مفاجئات، عباد ما نتوقعهاش قام كلها ملحده، وقاعد مثلا في ملهى تلقاني القوم كلهم يتفقوا معايا في الرأي، يعني أنا ما فكرتش أني باش نتناقش في الدين ولا في الفكر، جيني مفاجأة، يعني ترى في فما خطوة باهية، يعني فما ناس ولات تقتنع ولات تشاهد في البرامج، فهمتني؟ فما ساعات واحد نقول هذا ما نخممش أنه باش نتناقش، صحيح يعني يقتنع بالفكر متاعي، ولا يعني سهلت الأمور برشا، يعني البرامج هذه سهلت الأمور برشا، سهلت علينا، قبل كانت صعوبات كبيرة، يعني أكيد أكيد حتى يعني نلقى حتى المنطق النجم في سور الانترنت، نعطيه الفيديو، نعطيه نقول له هاو التفسير، هاو النصوص، هاو النصوص حلناه، فما مجهودات باهية، فما خطوة باهية، فهمني؟ لازم زيد نكونوا ديما إيجابيين، فهمني؟ يعني هذه العقلية اللي
لازم تكون العقلية ديما تكون إيجابية، فهمتني؟ خاطر فما مشاكل، هي فما فشل، قلت لك مريت بفشل، يعني أنا حياتي يعني معاناة كبرى، معاناة كبرى شخصيا يعني، ولكن نجحت، يعني قلت لك نجحت أنا مع الدار، يعني أمي تحبني لكن تعتبرني كافر، أو يعني تصورها أمي تعتبر ولدها كافر، بعد قبلت بعد قبلت، يعني قلت لك أنا تعرفني كافر، بعد قبلت وتحرط بل هما ولاو كيفي يعني، لكن معاناة كبرى يعني. صحيح. إذا أنا هي أبصر مشكلة يعني بصراحة أخي طاهر، يعني أنا يعني مسألة إنه العلم قادم، يعني هي متأكد 100%، والعلم سوف يدحض الجهل هذا، والعلم نور بالفعل نور، والظلام ما راح يبقى، يعني بس إجا العلم انتهى، الخرافة راح تنتهي. ووسائل التواصل، الإنترنت عموما، يعني نعمة العلم، نعمة العقل، خلينا نقول على تفكيرنا، هو الإنترنت بصراحة، فتح عقول الناس كتير، وراح يفتح عقول بقية الناس أكيد، يعني ما في أي مجال. في عندي الأخ أمير رجع كتب لي بلغة كتابية، يعني بصراحة أنا هالكلمات أنا يعني ما بقدر أفهم غير العربي الصريح، الكتابة العربية الفصيحة والإنجليزية، يعني أنا بعتذر له مرة ثانية يعني للأخ. المعذرة. أمير هو صديق شخصي وما في مشكلة، أمير أنا نعرفه شخصيا وما في مشكلة، هو صديق أنا شخصي المشكلة أنا ما فهمت نعم، الكلمات، مشان هيك وأنا يعني ما في بعتذر مشكلة، هحاول أنا نشوف السؤال بتاعه كان على كل حال. في الأخ كمان جون بيقول لك: أنت لست كافر يا طاهر، أنت بطل مثقف مقدام، أحييك من كل قلبي. شكرا أمير. إذا بتشوف تعليقه أنت، يا ريت، هو تحت الفيديو مكتوب التعليقات. هحاول أشوف ال هحاول أشوف تعليق أمير أمير أمير، نواصل الحديث أخجان، ما في مشكلة. صراحة أنا خلصت أسئلتي، يعني أنا بدي منك كلمة أخيرة، بس يا ريت على الأول تشوف لنا التعليق إذا أنا تحت الفيديو. صراحة حتكون الكلمة الأخيرة، بون نشكر، أنا إن شاء الله تكون فما إضافة، خاطر أنا نحبش النقاشات تكون، إن شاء الله تكون فما إضافة في الحلقة هذه. نتمنى العباد تولي تخمم، نتمنى العباد تولي تفكر، تتحرر من القيود هذه وتكون عندها الشجاعة، فهمت؟ خاطر نتصور كائن ميت، المسلم راه إنسان مسكين مخرب مخرب مشوه، فهمتني؟ يعاني، فهمتني؟ ولكن باش تصير له مرحلة شك، اي مسلم لازم باش يمر بمرحله شك، فهمتني؟ ويتطلب تتطلب فقط الشجاعه، الشجاعه هي اللي تخليه، خاطر النهايه هي ميت ميت، يعني يلزمك تدوا كيما يقولوا مونتري تون اكزيستونس، يعني يلزمك تفرض وجودك باش تعيش، يلزمك تبدع تكون انسان مبدع، يعني ما نحبش الكائن اللي يكون كيك بسيط، يعني كيما الخرفان ينقادوا بالخرفان وعيشه ما عندها حتى قيمه، يعني كلها تتصرف كيف كيف، تخمم كيف كيف، حلال حرام، يموت الدنيا تتنوع، الثقافة تتطور، هذا هي أنا اللي ننصح الشباب ديما يطوروا، أنا بدي ما شخصيا ما نقتنعش بنفسي، لازمني ديما فكري تتطور، خاطر الثقافة تتطور، الثقافة تتطور، وتنجم تكون أنت عندك إجابة هك إجابة هك، لكن بعد تتبدل مع برشا تطورات، فهمني؟ هذه هي ديما البحث وتتنوع مع توازن، مع فرض توازن يعني في الحياه، يعني خاطر الحياه مش كلها فكر، لازم تتمتع بحياتك، نشجع العباد باش تتمتع بحياتها، خاطر هذيك هي الغايه، هي علاش المعاناه وعلاش علاش الماساه هذه، فهمت؟ خلقوها لارواحهم هما، صدقوا حاجه، صنعوا حاجه وصدقوها، قلت لك اكذوبه صدقوها، فهمني؟ خرافه صدقوها، فهمني؟ كما يقولوا الوحش الغول سوبرمان، فهمتني؟ هي فيلم، مجرد فيلم، لكن هو خلق نعمة حقيقة، هذه هي الفرق راه، فهمني؟ نشجعهم ونشكر الناس الكل، إن شاء الله تكون الحصة موفقة وأعطيت الإضافة، وشكرا يا أخ جان، وشكرا للمشاهدين وصحابي، نسلم على الأخ حاتم مرزوقي، نسلم على أمير، نسلم على برشا اللي يعرفوني، وشكرا يا أخ جان، إلى اللقاء. الشكر لك أخي طاهر، أنا بتشكرك، يعني ومثل ما قلت، يعني هو الحلقة أكيد أعطت إضافة، ونحن
نتشكرك على وقتك اللي اعطيتنا اياه وعلى ثقافتك، يعني انسان مبدع انت بصراحه، ونشكرك اقل شيء على الوقت اللي اعطيتنا اياه للبرنامج، وبتشكر إلى اصدقائي كمان. تفضل اخي. اللقاء، إلى اللقاء، حصة ممتعة، ونشكر يا أخ جان على الفرصة هذه، وإن شاء الله نتقابلوا في فرص قادمة، ما أفضل، ونكونوا أكيد عملنا خطوة هامة نحو تغيير فكري كبير ياسر، وتكون نسبة الملحدين يعني، أكيد أكيد ونسبة حتى اللي ما عندهمش الشجاعة يظهروا أكثر، فهمتني؟ وتتحسن الأوضاع، نتمنى تتحسن الأوضاع، خصوصا الأوضاع المأساوية الكارثية اللي في سوريا، فهمتني؟ بلد تاريخي، يعني تتألم يعني، فهمتني؟ سوريا معروفة يعني، بلد حضارة، فهمتني؟ خربوها، فهمتني؟ مأساة كبرى، للأسف الشديد أخي، للأسف، للأسف الشديد. ونحن للأسف. هذا نحاول إنه نشجع الناس، يا جماعة اجهروا بإلحادكم، تعالوا لعنا اجهروا معنا، اجهروا مع حالكم أقل شيء، اجهروا، خلونا نحكي، خلونا نوصل صوتنا حتى نوقف المهازل البشرية اللي عم بتصير بشرقنا التعيس للأسف الشديد. أصدقائي أتشكركم وألتقيكم طبعا غدا الساعة مثل ما قلت الساعة 7 بتوقيت بغداد، ومع الأخ سالمان هاتن، وأشكركم للمتابعة، وشكرا لك أخي طاهر، وشكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.